أسعد الله أوقاتكم متابعي رودا وأينما كنتم بكل خير. أثير الجدل مؤخرا حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، هذا القانون المعمول به منذ عشرات السنين في العراق، لكن في الآونة الأخيرة هنالك بعض الجهات تريد تعديل هذا القانون المعمول به مثل ما قلنا منذ عشرات السنين، لكن هذا التعديل وهذه المحاولات جوبهت برفض عارم وكبير من شرائح عدة من المجتمع العراقي. اليوم نستضيف المحامية حنين الطائي للحديث حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وأمور أخرى تتعلق بهذا القانون. أهلا وسهلا بك ست حنين. أهلا وسهلا أستاذ، نورتينا في أربيل. شرفت بكم. شلون أربيل شفتيها؟ حلوة تخبل. حلو تخبل. حلو إن شاء الله. ست حنين، مثل ما تعرفين هذا القانون صار قضية رأي عام، وهنالك تعديلات عديدة ترغب بعض الجهات السياسية ولا سيما الجهات الدينية نوعا ما ترغب بإجراء تعديلات على هذا القانون. السؤال، ليش التعديل في الوقت الحالي بعد طيلة هذه السنوات؟ أستاذ، إحنا هذا التعديل هو أكثر من مرة انطرح، كل دورة انتخابية ينطرح باعتبار أنه مجلس النواب سلطة تشريعية ومن حقه أنه يشرع ويقترح القوانين، وبالتالي كل ناب هو إلى جمهوره وإلى أتباعه والأكثرية يكون يمشي، فهو مو بالوقت الحالي، هو أكثر من دورة انطرح، أكثر من سنة يعني تكرر هذا الموضوع. طيب الجهات اللي تريد تعدل من هذا القانون شنو الهدف منه؟ شنو الهدف من التعديل؟ ليش؟ يعني مثلا أكو أمور عدة بمسودة تعديل القانون يعني ربما تثير حفيظات المجتمع العراقي، منها موضوع أنه قضية أنه الزواج يكون تحت سن أو في سن 9 سنوات، منها قضية أنه حق الإرث للزوجة، منها قضية أنه كان الزواج خارج المحكمة مجرم لكن الآن الطلاق مجرم. حدثينا عن هذه التعديلات، يعني تحدثينا مثلا حول موضوع السن القانونية، شنو المشاكل مثلا؟ هذه الجهات تريد انه سن قانون في زواج البنت عمر 9 سنوات. احنا بعد القراءة الاولية للقانون ليس من اختصاصنا وليس من حقنا انه نعطي الرأي الشرعي او الفقهي. طيب. لكن احنا من واجبنا ومن مسؤوليتنا انه احنا نعطي آراءنا من الناحية الاجتماعية والقانونية. طيب. طبعا انا بالنسبة لي بغض النظر عن انه انا قانونية، بس من الناحية الاجتماعية من واجباتي اعتبرها يعني. أي. هذا المواد اللي مو بس أثارت حفيظة الشعب العراقي وإنما تفتت لحمة الشعب العراقي، لو من جانب أنه اعتماد المذهبين ردت فعل الشعب العراقي عليها صاروا جبهتين. نعم. زين، إحنا مو كافية هواية أكو طائفية عشنا وغيرها وغيرها وغيرها، ليش سجينا حتى بهذا الموضوع اللي هو الزواج؟ هو ترى مو حرب، مو ساحة حرب الزواج، بالعكس هو تكوين أسرة. احنا حتى بهذا الموضوع راح نسوي جبهتين ونسوي حرب ومناصرين وضد ومع. هسه انا حاليا من اتصفح مواقع التواصل صار ان عالم فريق مع وفريق ضد. طيب انتم من خلال مراجعاتكم للمحاكم وانتم كونكم قريبين على المجتمع العراقي اكثر من باقي الشرائح، على اعتبار انه اي خلاف يصير بين اي جهه وجهه اخرى بين داخل عائله نفسها يلجؤون لكم بالمحاكم والقضايا، انت تشوفين انه هذا التعديل او هذه التعديلات راح تكون منصف للمجتمع العراقي؟ لان الجهات الاسلاميه تقول لا، تقول له هذا منصف للمراه اكثر. احنا اذا نحتاج تعديل واذا اكو قصور في بعض المسائل فمو هذا التعديل اللي طارحيه هسه، انا ذاكرتها قبل البرامج. يعني مثلا اول فقره اللي اثارت الجدل في المجتمع العراقي اللي هي الزواج المبكر او السماح بالزواج من عمر 9 سنوات. زين، اني وغيري وغيري اللي عاد بعد كل هاي الحملات اللي احنا ننشر مساوئ الزواج المبكر، معقوله انه يكون الرد انه اجاز الزواج من 9 سنوات؟ لعد وين هاي حملاتنا والتوعيه ومساوئ الزواج المبكر؟ ممكن احنا ما زين. هذه الجهات ليش تريد تشرع زواج البنت عمر 9 سنوات؟ شنو الهدف يعني؟ هم حتى البنت ب9 سنوات يعني مو امرأة، دا يستندون انه احنا قاعد، يعني هم مو احنا. أي. انه تبريرهم انه احنا قاعد نرجع للشرع او للشريعة الإسلامية.
احنا ما نقدر نطرق بموضوع الشريعه الاسلاميه ونخوض بها وبتفاصيلها كوننا احنا مو اختصاص. طيب. بس احنا نقدر نخوض بالمجتمع مالتنا. احنا نعرف هسه هم يستندون مثلا الى احاديث انه الرسول تزوج بالسيده عائشه رضي الله عنها عمرها 9 سنوات. طب مو اكو مقوله تقول هو تزوج بها؟ اكو حديث يقول انه هو تزوج بها 14 سنه. واكو ايضا روايه تقول انه هو تزوج بها 18 سنه. ليش اخذوا الروايه اللي هي على مبتغاهم او زين؟ هذه الجهات اللي تريد تعدل او تغير بهذا القانون. طيب ما تنظر الى انه المجتمع العراقي اساسا يعاني من عنوسه مثلا اللي اعمارهم 20s و30s و40s و50s ما لاقين زواج؟ لا لا بس اسمح لي استاذ اكمل لك كلامي. هم دا يستندون انه قلت لك للشريعه الاسلاميه حتى لو صحيح انه في زمن الرسول يتزوجون البنت بعمر 9 سنوات، حتى لو صحيح فالبنيه الجسديه اختلفت والبنيه الاجتماعيه اختلفت. قبل البنت تربى وتؤهل فقط لتكون بنت، لتكون عفوا ام ولتكون زوجه. هسه حاليا البنت تربى وتؤهل للمنظومه التعليميه، تربى للحياه، اختلفت الحياه كلها اختلفت. هاي احنا بدون ما نشرع، بدون ما يتشرع هذا التعديل اللي هو ما الزواج المبكر، احنا اصلا هسه قاعد نعاني من مشاكل الزواج المبكر. واحنا طلعنا هواي حملات توعيه وهواي برامج وهواي نشوف حالات الطلاق الاكثر بالمحكمه هي نتيجه الزواج المبكر. زين خلينا قبل أن نتطرق لموضوع الطلاق وحالات الطلاق الغريبه اللي تصير المجتمع العراقي، خلينا نتطرق لموضوع انه الزواج خارج المحكمه والطلاق خارج المحكمه، شنو الموقف الان اللي دا يصير؟ بصورة عامة خارج المحكمه احنا بدنا نتحدث مو داخل المحكمه. اي هسه من ضمن التعديل اللي دا يطالبون به انه يكون مسموح الزواج خارج المحكمه وما يكون معاقب عليه. طيب. لكن احنا مو قلت لك احنا بدون ما ننطلق للامور الشرعيه، احنا لو نفكر القانون ليش جرم الزواج خارج المحكمه؟ ما هو اجاز الطلاق خارج المحكمه، ليش جرم الزواج خارج المحكمه؟ احنا غير المفروض نرجع للسبب الرئيسي. طبعا. اللي هو شنو السبب الرئيسي؟ اللي هو ترى على مودنا احنا، على مود المجتمع هو جرم الزواج خارج المحكمه. ممكن تكون اللي انت قاعد تتزوجها في فتره ارمله، بعدها في فتره العده، شنو اللي يثبت لك انت انه هي ما عندها اي التزام؟ لكن بالقانون حتصير يعني تتاكد، حيكون الموضوع مدروس ومفصل ومضمون اكثر. ممكن تكون متزوجه وعلى ذمه رجل ثاني وعرفها شخص ما وراحوا وعقدوا، شلون راح يعرف انه هي متزوجه؟ اخفت عنه. ممكن تكون ارمله في فتره العده. طيب ان هالقانون لازم يكون حاضر بالحالتين. ممكن تكون مطلقه في فتره العده. ممكن 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 هذه الحالات كليتها من تعرض امام القانون، يعرض الزواج امام القانون، هاي مساله القضاء انه هو حيتاكد من عدهن. زين احنا ليش نروح نخلي هاي المسؤوليه على رجل الدين او الشيخ؟ مو استنقاصا من عندهم، بس هو لازم الزواج لازم ينحصر داخل المحكمه، عم احنا لا نقع في هاي المسائل. طيب ذكرتي لي حضرتك انه الزواج المبكر ادى الى انتشار حالات الطلاق بالعراق، مثل ما تعرفين واحنا كجهه اعلاميه على اطلاع بهذا الموضوع، يمكن شهريا اكثر من 4000 حاله طلاق بالعراق تصير. واكثر ممكن. اكثر واكثر من اول اسباب زياده الطلاق في المجتمع العراقي هو الزواج المبكر. ليش؟ اولا من ناحيه تفكيرهم وعقلهم، هم بعدهم ما واصلين العمر اللي قادرين على تفتيت المشاكل الزوجيه واستيعابها، هم بعدهم بعمر الاندفاع، يعني 3-9 سنوات وممكن حتى بعد ما واصل مراهقه و15 سنه. انا يعني لو رايي انا الشخصي 15 سنه هم ما مؤهل، وحتى 18 سنه ما مؤهل، هذا بعد مرحله الاندفاع، بعده يمشي ورا العاطفه اكثر. الانسان اللي يمشي ورا العاطفه ما راح يكون قادر على تفتيت المشاكل الزوجيه واستيعابها. هاي من الناحيه الـ طيب طيب غالبيه الطلاقات اللي تصير مؤخرا من اعمار صغيره؟ طبعا، ومن اعمار من الزواج المبكر. واكثر حالات الطلاق اللي هي تكون مده الزواج اقل من 5 سنوات. ليش؟ لانهم ما يستطيعون يتفاهمون. رغم يمكن بعض الاحيان يدخلون عوائل
والأهالي ليجب طبعا لا يطلقوا. وبعض الأحيان يكون تدخل سلبي، هو ترى تدخل أهل هم سبب من أسباب الطلاق، هم سبب من أسباب. طيب ليش تزوجوهم إذا ما مقتنعين عمر 15 سنة و 18 سنة؟ إي لا، على تدخل الأهل سبحان الله، الزوج والزوجة بيناتهم مش ما يكون أكو خلاف، يعني هاي مو بس عن كل النساء، ممكن بكلمة ترضى، ممكن هو الرجل إيش قد ما تشوفه عصبي وهذه بكلمة يرضى، من يصالحون الزوج والزوجة ترى ما يبقون شايلين بقلبهم، خلاص واحد ينسى للثاني، بينما الأهل يبقون حاقدين. على اعتبارك رابط مقدس بيناتهم؟ على اعتبارك مودة ورحمة، وهي مذكورة بالقرآن. طيب ست حنين، تحدثينا عن موضوع التعديل فيما يخص الإرث بالنسبة للزوجة. بالنسبة للمرأة. أي التعديل اللي يعتزمون هذا الجهات إجراء على القانون، شنو تفاصيله؟ بالنسبة للقانون النافذ معالج مواضيع الأرث، وهذا القانون لا يحتاج تعديل نهائياً، وإذا كان هناك قصور في بعض الحالات فيما يخص المواريث فإن المادة 90 من القانون النافذ ألزمت القضاء بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية إذا في حال لا يوجد نص قانوني. فإحنا إذا عدنا الحل أنه أكو نص قانوني نمشي به، وإذا أكو بعض الحالات ما يتوفر بها نص قانوني ألزمت المادة 90 الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، ليش شنو الغاية بعد من هذا التعديل؟ شنو الحاجة الملحة إلى هذا التعديل؟ زين، أكو يعني فقرة أخرى ماكو داعي إله. طيب أكو فقرة أخرى تتعلق بالتعديل اللي تخص أنه يختار الزوج المذهب، هذا ما راح يسوي لنا مشاكل إحنا في غنى عنها؟ إحنا هسه قانون الأحوال الشخصية، هسه آلية الزواج عندما ينظم عقد الزواج يضع القضاء في حق الاستحقاق الأجل، يا أما حين المطالبة والميسرة. طيب هاي معناتها أنه هذا العقد على المذهب الجعفري، أو إذا ذكر فقرة عند أقرب الأجلين هاي معناتها أنه هذا العقد مال الزواج على المذهب الحنفي. طيب. تمام، يعني هذا العقد أبرمه أما على المذهب الجعفري أو على المذهب الحنفي. هو هاي بعد صار عقد الزواج، بعد تبعاته اللي هو آلية الطلاق، رجوع عن البذل، تبعاته وأحكامه هذا العقد إلى الموارث. زين، إذا إحنا أصلاً هسه القضاء من البداية منطينا الحق إنه إحنا هذا العقد اللي يبرم بين الرجل والمرأة حنختار إحنا على أي مذهب، إحنا ليش قاعد نشرع أو نطالب بتعديل المادة ونشرع مادة؟ ليش هاي الخربطة؟ مو إحنا هسه منظم الموضوع، أصلاً هو منظم رح يشتت الموضوع مرتب، ليش قاعد أي ما إلى أي داعي يعني هذا التعديل صد؟ ولو أنا ما أريد أخرج من نطاق الكلام، لكن بدل ما ياخذ هذا الحيز من المجتمع ومن الإعلام ومن الشوشرة صارت، هم لو معالجين قانون تشريع قانون العنف الأسري، تشريع قانون حماية الطفل، تشريع قانون الابتزاز الإلكتروني، إحنا كنا نحتاج أولى دراسة وبحث لهذه القوانين أفضل من هذا التعديل. يعني طيب. أتمنى من المشرع العراقي الرجوع عن هذا التعديل. طيب تحدثي لي عن حالات غريبة أو أسباب كثرة حالات الطلاق اللي صارت، يعني هسه انتشرت حالات الطلاق بالعراق. أسباب كثرة حالات الطلاق، هو الطلاق موجود منذ الأزل، منذ أن خلق الزواج. لكن ليش ازداد بالعام الأخير؟ السنوات الأخيرة. لكن بالسنوات الأخيرة ازداد جدا. أول سبب زيادة حالات الطلاق، ترى المبادئ الاجتماعية عندنا تفتتت وتغيرت، احنا ما نقدر ننكر هذا الشيء، المجتمع تغير. قبل كان الطلاق شيء عيب وشيء غريب يعني ونادرا ما يذكر، هسه المجتمع، هاي أول سبب، المجتمع صار متقبل أكثر لفكرة الطلاق. مو صح؟ بالضبط. هذا التغيير الاجتماعي صار. السبب الثاني من دخلت لنا مواقع التواصل الاجتماعي تطور التكنولوجيا، هذا التطور ومواقع التواصل زيادتها وسهولة استخدامها سهلت الخيانة الزوجية الطرفين طبعا الطرفين، لا طبعا الطرفين. طيب لا، مو مجاملة يعني، جديات للطرفين، ممكن تجي حالات خيانة من النساء أكثر من الرجال باعتبار انه الرجل ممكن انه يطلع ويلتهي بشغله بينما المراه يعني يكون عندها وقت اكثر، المهم من الطرفين يعني. طيب السبب الثالث طبعا زياده البطاله، باعتبار انه احنا شعب ودوله مرت بظروف اقتصاديه صعبه جدا والى الان، ف
فما وفرنا كل فرص العمل الممكنة. حتى العالم اللي يطلعوا مظاهرات ويطالبون بتعيينات حكومية وغيرها، ترى احنا أنا ذاك يوم قاعد أقارن بيننا وبين الدول المجاورة، احنا ممكن أكثر دولة تعين أو أكثر دولة عندها عدد موظفين وإحصائيات موظفين. ترى هو الحكومي الموظف، ترى احنا عندنا هواي موظفين وهواي اكو، بينما ما عندنا غير فرص. القطاع الخاص خامل نوعا ما، القطاع الخاص خامل نوعا ما، لانه احنا ما عندنا الظروف الاقتصاديه تعبت عندنا، الظروف الامنيه تعبت، المخاطر اللي مر بها العراق هاي كلها لها اثر. قلنا سهوله الخيانه الزوجيه، ها دور المراه وشخصيه المراه، انا هاي ذكرتها في احد المرات وصار عليها جدل، أنا ما قاعد أعيبها للمرأة، لكن المرأة حاليا تخلصت من فكرة تبعيتها للرجل. قبل نسوان قبل تحت يافطة الاستقلالية، اي هسه لا، هسه المرأة صارت تحس نفسها وهي ما تابعة للرجل، بينما قبل تحس المرأة خلاص هذا رجلي زين، تحت ظل الرجل خلاص هذا رجلي، يعني أنا تابعت له أول وتالي، أنا أريد شيء هو ما يقبل، اختلافات الصرف زين لزعلي مني. إذا المرأة تفكر باستقلالية، استقلالية القرار، ليش بالانتخابات ما يختارونهم من يمثلهم بصورة صحيحة؟ ليش بالانتخابات دائما نشوف حتى المرأة غالبية النساء العراقيات يصوتن للرجل؟ يعني لا، هو مو بس عراقيات، هو عدو المرأة المرأة. اها هو عدو المرأة حتى المرأة. حتى برا. اي انا يعني بصراحة وما اكون يعني مو ظالمة بكلامي، بس انا قليل 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 جدا اشوف مرأة ناصر مرأة. أي. تحتاجون تثقيف بهذا الجانب للأمانة، يعني نحتاج طيب. تثقيف حب النفس، لأنه هو شو وقت ما حب نفس الإنسان ممكن يحب طيب. المقابل. أكو قضية مهمة، أنه ظهرت حالات غريبة، صارت أسباب يعني غريبة لحصول طلاق بين أزواج. أنت من خلال اطلاعك أو من خلال زملائك أو من خلال عملك أنت بالمحاكم، حكينا عن أبرز الحالات الغريبة. أنا هنا يعني حجابك مو بصفتي محامية، بينما بصفتي انه تنعرض امامي يعني دعاوي. احنا مرات او دائما ما يذكر بالاعلام الحالات التافهه او المضحكه او الاسباب اللي ما تستدعي طلاق، بينما اكو اسباب غريبه فعلا بس هي كارثه. يعني اكو احد الازواج صارت على الطلاق، اكو احد الازواج طبعا باتفاق، يعني احنا بدون ما ندخل بتفاصيل من الطبيب وشلون قشمروها للزوجة وشنو العملية اللي أوهموها بها، بس هو باع كليتها لزوجته. باع كليتها؟ باع كليتها بيش؟ يعني والله مسألت يعني هذا تعدى مرحلة اللي يبيع ذهب مرته واللي ياخذ فلوسه واللي لا، زين زين من راح زين مباشر من راحت للمستشفى، يعني تحت أي غطاء أنه أخذت المستشفى وبعدين عملية تبيع؟ قلت لك هاي بدون ما ندخل بهاي التفاصيل، بس هي بعدين راحت طبعا، هي الدعوة كانت بالمكافحة، أنا يعني أتحفظ إنه أقول أنا مدى بصفتهم موكليني حتى طيب. بعدين لا أسائل وإنه أنت ليش ذكرتي أسراء موكلينش، بس أنا هاي الدعوة شفتها بعيني بالمكافحة، كانت إنه تقولهم يعني أكو فد عملية كانت زائدة على أساس وهيك زائدة دودية، بس أكيد هم كشبكة يعني عندهم فالتكنيك بحيث ما راح يعصى عليه انه يقنع زوجته، وبعدين هي بحيث قدم الطلب وكشفوا عليها وانه صدق لقوا كليتها ماكو، فعلا كليتها ماكو. زين حالة أخرى ممكن؟ اكو حالة غريبة أخرى؟ من الحالات الغريبة نتجاوز قلنا الحالات التافهة، الحالات هاي المحزنة، يعني اكو أحد الأطفال البارحة ذكر لي إياها أحد الإعلاميين، كنا قاعد نتحاور، باع ابنه. اب ابنه اب باع ابنه؟ اب باع ابنه. مقابل شنو؟ مقابل فلوس اكيد، يعني حتى لو فلوس الدنيا كلها، شلون ابي يبيع ابنه؟ لا اب باع ابنه، وكان يعني كان متفق، بينما هاي كلام مو دي يقول يا يعني الاعلامي او انا اقول لك يا راينا، لا هاي افادته بالتحقيق، يعني كان ناوي انه من يرجع لزوجته على اساس انه هو مطلعه وضيعه، والابن صغير يعني تقريبا سنتين هيجي، على اساس انه ضيعه، بينما هو متفق انه يبيعه. وهذا يريد ياسس عائله، يعني يبني عائله ويخلف ويبيع ابنه؟ هيجي مرحله وصلت؟ لا حالاتك كلش محزنه، لا هيجي مرحله واكثر، يعني من طرفين،
حتى أكون عادلة. حتى أكون عادلة. طيب ست حنين طايح، احنا جدا نشكرك على حضورك إلى استوديو روداو في أربيل، ونتمنى لك يعني سفرة جميلة تكون عندك إلى أربيل، وسعيدة إن شاء الله تكون مع إن شاء الله نكون وياك في مقابلات ولقاءات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، سعيدة بلقائك. شكرا جزيلا، شكرا لكم متابعي روداو عربية.